محمد عبد الله اسحاق، على عمر 32، وفي الجنسية السوداني. مشيت من السودان، اتحركت لخمرة يوم، من الخمرة لحد أديس 3 يوم وصلنا، واشتغلت مدة السنة في مزاري، وفي الأكل بيصعب. إذا المزرعة بدينا بس حق الأكل، ما بدينا مصاريف، كله شغلة إنتاجية، ما بدينا إنتاج، ما بدينا يعني. المسؤولية ناس الشرطة قبضوني، ناس المنظمة جت ساعدوني، قال نوديك السودان، جابني السودان وساعدني. الأسبوعية كان الوضع كاف، وجيت من السودان وضع يتصلح. جيت مشيت الأسبوعية بعد التاب، عملت سنة كامل ما لقيت مصاريف ولا أي حاجة. ساعدني المنظمة، عمل لي مشروع بتاع البقر، داري يشبه أكل أولادي ويستفيد من اللبن ومن الجناب.